احنا اللعبه دي ايه؟ احنا نشوف مين اللي هيكسب فيها، واللي هيكسب هيحكم على التاني، والحكم احنا اللي حاطينه. اكيد غنى يعني، هو هيكون ايه؟ بس هو مش اي غنى يعني. انا امشي معانا اللعبه يعني وبعد كده اوكي. اللعبه طيب. اسمها صوره في اغنيه. أيه. الفريق البرنامج مختار صور عشوائيه انا ما شفتهاش حتى. أيه. بس بنقول ايه الصوره دي بتوحي باغنيه، اقرب اغنيه تيجي لذهنك، واللي هتقول الاول تحسب لها نقطه. أيه. تمام. شط اسكندريه. شط اسكندريه. لا شط انت حضرتك وانا في كل التوريطات. لا مش عملت حركه جديده ولا مين كده تاني؟ طب أيوة انت أيوة. انت عامليها. لا طب الصوره اللي فاتت كانت ايه بالنسبه لك؟ الصوره اللي ما لقيت ما اوحت لي باي شيء الصراحه. ولا اي حاجه. لا يعني مش فاهمه يعني احنا ممكن نقول شط اسكندريه على شط بحر الهوى بين شطين. أيوة. وميه بس هي بين بحر من بحري وبنحبوه. لا هي شط اسكندريه. ايوه ما انا قصدي فيها اغاني كتير على البحر. ايوه بس هي على الاغاني. طيب الصوره اللي بعدها طياره ورق. بيبي كله هتغلبيني. انا اسفه والله. معقوله اسكتي شوي او نقليني هيك من تحت لتحت. بدي اعرف فرصتها. قولي يا سولا. ها دي ممكن تخلي الاغنيه ايه؟ طياره ورق. لا يا شيخ. طيب الصوره اللي بعدها فكروا. ليه غنيت ليه بتاعت مين؟ انا والعذاب وهواك. انا والعذاب وهواك ماشي. بس هو مسكين اكتر من انكم بيحب يعني. لا مبلا شكله يعني واحد انا مش عارفه واللي بيحبه وما بيحبه ممكن وانا وياه يعني بيحب حدا ما بيحبه مثلا ممكن. لا ده مش منظر حد متفائل وانا وياه بعيش خالص. حاجه لازم فيها بؤس واسى وبؤس. انا مش عارفني. انا مش عارفني. انا تهت مني. برافو حلوه. انا مش عارفني. اه غنيتي شي شعبي؟ شو بتعرف تغني شعبي بيبيتي؟ لا بغني حاجات كتير. شو مثلا؟ ده انا هفاجئك. قولي لي. انا بغني مهرجانات في البيت. قولي وحياة يلا يلا الله. في البيت في البيت. لا لا ويا بتاع النعناع يا منعنع. انا بغني. بتعرفي تقولي يلا يلا مع اصحابي. طب تعالي نغني. يلا هنكشفكم. انا بحبها هي بتاع النعناع. يلا نغني. يلا ويا بتاع النعناع يا منعنع يا منعنع يا منعنع هات هديه للبيت دلع اتدلع اتدلع يا بتاع النعناع يا منعنع يا منعنع يا منعنع هات هديه للبيت دلع متدلع متدلع اللي سايب قلبي ولع وبعذاب قلبي بيتمتع وما اجي اقول له قبلك يتمنى يتمنى يا بتاع النعناع يا منعنع يا منعنع يا منعنع هات هديه اتدلع اتدلع نور عيني قلبي من جوا من غيره وغيره من جوا ده تعبني وبرضه عاجبني ولا حول ليا ولا قوة. نور عيني قلبي من جوا من غيره وغيره من جوا ده تعبني وبرضه عاجبني ولا حول ليا ولا قوة. يا بتاع السكر يا مسكر يا مسكر يا مسكر بالنهار بحبيبي بفكر يا مسكر يا يا عيني.
عيني يا عيني. طيب بصي عايزه اقول لك على حاجه، انت اخذتي نقطتين في الاختيارات بس اصاله اخذت نقطتين لوحدها لان هي كان عندها المبادره وقالت يا بتاعني انا وغنت على طول. ما انا غنيت معاها على فكره، ما كانش في صوره، هي فجاه قالت انا هغني خلاص. فانتوا تعادل على فكره. مش المبادره مو كفايه لانه الدنيا هي كلها انا بكسبك. ايه ايه تسلمي بس انا كمان عم بستغل يعني محبتك مشان نحكي بنفس الموضوع. يعني الحياه والمحبه وكل شيء بصير مثل البينج بونج، بتعطي وتاخذي، بتعطي دائما وتاخذي. 2-0 فانا بحبها بتحبني بتساعدني بوقف جنبها بتوقف جنبي. 2-0 احسن؟ لا انا عايزه انت يعني عايزه 2-2 بحبش اخسر. مش عايزه حدا يخسر. مش انا مرهقه مرهقه. طب يلا نكمل الصوره اللي بعدها. عايزه اقول لا قولي بيبيتي كمان كمان انا قاتلك. قالت رفيقتي كمان انا. يبقى النقطه ليكي على طول. على طبعا طول. انا قلت تكسب كمان انا. اه ممكن حاجات تانية كمان يعني. بس ماشي كمان انا دي اول حاجه. الصوره اللي بعدها يلا حتى ضحكتهم كانت يعني خاليه من الاحزان. يا ابو ضحكه يا ابو ضحكه جنان. لا شوفي شيء لعبد الحليم. انا شو بحب عبد الحليم وضحكته احلى ضحكه بالنسبه لي. جانا الهوى. قولوا قولوا جانا الهوى. يلا يلا يلا. وانا حسبت لكم احسب لكم النقطتين لكم انتوا 10 نقط. يلا يسلم ايديكي. بس المهم بالاخر قولي لنا شو رح نكسب. يلا جانا الهوى. يلا جانا الهوى. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا. اللي شبكنا يخلصنا